ان شاء الله باذن الله ترجع. عشان تعرف تعمل ديسكربشن وتشوف اي سنتر لازم تحدد خمس حاجات نتكلم عنها. خلاص؟ خمس حاجات، ممكن كده حدد خمس حاجات. نتكلم عن الكراونت، نتكلم عن ايه؟ حاجه اسمها جيومتري اوت لاين. يعني بص على الاسد ده، السيرفس ده. الشكل الهندسي القريب من الكراون ايه ولا ايه؟ خلاص؟ تاني حاجه اسمها اوت لاين، ثانيه اوت لاين. يعني نفس الكلام لو ده بقى الاسد. اول حاجه الحدود. حدود البقر الاسد عندي ايه؟ ميزيان، ديستر، وكلوزر، صح؟ لازم نتكلم عن ميزيان، الديستر والكلوزر. اوكي؟ طيب تالت حاجه بتتكلم عن حاجه اسمها سيرفس اناتومي. يعني ايه سيرفس اناتومي؟ الروز والشبريشن اللي موجوده على السيرفس، الحاجات العاليه، الحاجات المنخفضه على السيرفس. رابع حاجه بنتكلم عن سيرفايكال لاين شكله عامل ازاي؟ خامس حاجه عن الموت. بس بنتكلم على ايه؟ جيومتري اوت لاين اوف كراون. الاوت لاين بتاع الاسد اللي انا بتكلم عليه. لو انا بكر يبقى ميزيال ديستل، لو انا ميزيال بكر ولينجوين، ده ميزيال اسد حدوده ايه؟ بكر ولينجوين، صح؟ تاني حاجه تالت حاجه بقى هي سيرفس اناتومي اللي بيمشي مع ديبريشن، رابع حاجه سيرفايكال لاين، خامس حاجه ايه؟ حاجه صعبه كده؟ طيب نبدا بس الاول كده هنتكلم عن الماكسيلري مولرز في سلايد كده، بعد كده نتكلم عن ابر 6 بالتفصيل. لازم نعرف ان الماكسيلري مولرز دي هم مين؟ فيرمنال 6 والسيفن والايه؟ هو الفارس والسكند والسيرفر. هم اكبر سنان عندي الماكسيلري مولرز، اكبر سنان عندي في الابر ارش، صح؟ واقوى سنان. لارجست اند سترونجست تيث. اقوى سنان في الابر ارش اكبر سنان، تمام. طيب الابر مولرز واللور مولرز مع بعض بيعملوا الميجر فانكشن اوف ماستيكيشن. مش الاكل لما بيدخلوا البق بيعمل ايه؟ بيمر كام مرحله؟ الاول انسايزنج بيقطعوا، صح؟ بعمل كتير، بعدين بعمل مبدا اسمها جرايندنج، طح، صح؟ مين مسؤول عن الطح؟ مولرز، ابر ولور مولرز مع بعض بيطحنوا الاكل، تمام؟ هم مسؤولين عن الميجر رول اوف ايه في ماستيكيشن. عشان كده قلنا الناس اللي ما عندهمش مولرز ليه ياكلوا؟ الاكل بيتبلع ازاي؟ سليم كده، اسمهم ايه؟ عصر بعض بعض، تمام؟ يبقى السنان ليها دور كبير جدا فين؟ في الهضم، تمام؟ عن طريق مين؟ عن طريق المولرز. طيب لو اتكلمنا عن الابر مولرز عندهم كام كراون؟ تقريبا أربعة. خلاص؟ كام كاسبس؟ كام كاسبس؟ أربعة، تمام؟ يبقى الابر مولرز عندهم كام كاسبس؟ أربعة. توزيعهم ازاي الكاسبس؟ عشان ما نقعدش نفكر كتير، في قاعدة كده دكاترة إن الكاسبس بتوزع البطن والنجوة الأسفل بس. مفيش أي سنة بقي الكاس متوزعة ميزيال أوت، متوزعة على البكر سيرفس واللوبر سيرفس بس، مفيش كاس بس متوزعة على ميزيال سيرفس ولا ديستر سيرفس، صح؟ ليش عندي ايه ميزيال ديستر سيرفس؟ عندي يبقى أي كاس بتوزع ايه؟ بكر وليه؟ طيب لو عايز أسميهم بقى او نون سكسسفول، يعني مش قبليهم حاجه،
بيطلعوا عند سن 6 سنين، ودي اول سنه حرمه تطلع عندي في الاورال كافيتي. يعني الطفل يبقى عنده كل السنان سيدوس السن كلها موجوده، وعند 6 سنين هيطلعوا مين؟ اول بيرمنت اللي هو الاخر واللور سيس. خلاص؟ عشان كده نقول للامهات ايه بقى؟ خلي بالك السن ده هي اسنانه مش بس لبنيه، ده في درس مهم جدا طلع له اخر واللور المفروض يحافظ عليه عشان يطلع سنه صغير ما يبوظوش بسرعه. صح؟ لانه مش زي بقيه السنان اللي جنبه دي هتقع وتبلل. لا. تمام؟ عند 6 سنين بيطلعوا، ودي اول ايه؟ اول سنه بتطلع في البيرمنت ديز في الاورال كافيتي. حاجه صعبه كده؟ حلو. نبدا بقى نشوف الابر سيكس. انا عندي كام سيرفيس؟ اللي هم مين؟ بكر بلد الاوينجوال وكلوز. برافو عليك. طيب هفكركم بحاجه لو نسينها مع بعض. في حاجه اسمها كرونولوجي. يعني ايه كرونولوجي فاكرين؟ ايه الخريطه او ايه الخطوات تظهر مرة واحدة كده؟ لا. ركزوا معايا بقى. لو السن ده لسه بتتكون، لسه ما ظهرتش في الأورال كافيتي، بتتكون في حاجة اسمها إيه؟ الكريبت والسوكت. السوكت ده أما تلاقي الإيراكشن خلاص ربطت المكان الروت التجويف اللي قاعد فيها الروت دي العظم دي اسمها سوكت. خلاص؟ الكريبت ده مش جاي، قاعد جوه إيه؟ الماندبل أو المكزلة، السن قاعدة جوه حاجة اسمها كريبت. اول حاجه السنه بتتشكل في نفس شكلها، نفس شكل الكراون ده بس شكل سوفت تيشو، عامل زي الاستيكه كده طريقه كده سوفت تيشو نفس شكل الكراون. حاجه اخرى الكراب ده بيتكون فيه الكراون بتاع السنه نفس شكل السنه بس اطار من الخلايا، اطار من سوفت تيشو. حلو. الكلام ده بسميه ايه؟ ابيرنس اوف دنتال اورجن. يعني السنه ظهرت شكلها بس لسه ما فيهاش اي كالسيفيكيشن، يبقى شكلها شكل كراون واضح بس ايه عباره عن خلايا بس. حلو. طيب هبدا احط اول كالسيوم جوه السنه، هنسميها فيرست ايفيدنس اوف كالسيفيكيشن. طيب حطيت اول كالسيوم جوه السنه، هبتدي اعمل ايه بقى؟ الكراون كله كالسيفيكيشن، اقعد ازود الكالسيوم وقت ما الكراون كله يبقى كالسيفايد يبقى ناشف كله، اسمها كراون كومبليت. اسمها ايه؟ انتوا شايفين كده كريبت اهو والسن قاعده فيه، الكراون قاعد فيه وكله ايه؟ وهارد. كراون كومبليت. تمام؟ طيب هل في الحاله دي السن تعرف تشق اللثه وتطلع؟ لا. ليه لا؟ لازم يبقى عندي جزء من الروت يتكون. السن ما تعرفش تتحرك غير لما الروت يتكون. خلاص؟ طيب قد ايه الروت يتكون؟ برافو عليك. يبقى لازم تلت الروت هيتكون بنفس الطريقه، الاول اطار من الخلايا بيحصل له ايه؟ كالسيفيكيشن. المهم تلت الروت اتكون خلاص، هيحصل ايه بقى؟ سنه هتشقل لسه وتطلع، يحصل حاجه اسمها اراكشن. سنه تطلع واكل عليها كل حاجه والروت لسه ما اتكونش. بيتكون بعد قد ايه اراكشن؟ 3 سنين. خلاص؟ 3 سنين. عرفنا الدنيا بتمشي ازاي؟ في حاجه صعبه ولا ايه؟ طيب هنشوف بقى التوريث بتاعت الابر 6. الابر 6 ظهور السنه في شكل سوفت تيشو جوه الكراب ده عند امتى؟ والام حامل في الشهر الرابع. 4 months into a trying life. أم حامل في الشهر الرابع هيبتدي يظهر لي شكل كراون اللي هو كريب سوفت تيشو. طيب إمتى هيبدأ يتحط أول كالسيوم في السكس؟ عند الولادة. الكلمة دي مهمة أوي لو سبتي في الـ MCQ يا دكاترة. إمتى بيحصل first evidence of calcification من upper and lower 6 at birth؟ طيب إمتى السنة دي بتطلع؟ شو اللي لسه بتطلع؟ 6 لـ 7 سنين. إيربشن 6 لـ 7 سنين. خلاص؟ أنا أحفظ إيربشن بس ومنه أعرف الكراون كومبليتد والروت كومبليت. إيربشن إمتى؟ 6 لـ 7. أطرح 3 سنين يبقى إيه؟ كراون كومبليت. عند كام سنة؟ 3 لـ 4. أزود 3 سنين يبقى روت كومبليت. 9 لـ 10. حاجة صعبة؟ ندخل بقى في الديسكريبشن. إحنا المفروض نعمل ديسكرايب لكام سيرفيس قلنا؟ 5. بطل، لينجوال، ويزيا ديستا. حلو. نبدأ بالبطل. قلنا أول حاجة بنوصفها إيه؟ وقاعدة كده نحفظها زي اسمنا عشان ما ننساش. شكل الكراون في أي سنة في بقي، أبر أو لور، أنتيرير أو بوستيرير، شكل الكراون بقر أو لينجوال ترابيزويد، ما بيتغيرش. شكله إيه؟ ترابيزويد. خلاص؟ يعني إيه ترابيزويد؟ عنده ضلع صغير من ناحية اليمين. كبير
وفي اي سن تفرق معايا؟ الجينات اوت لاين لا شكله ايه؟ شويه شورت سايد لونج سايد حلو. مش ده بقى الاسبكت؟ يبقى الاوت لاين بتاعته ايه؟ ميزيا وديستر وكلوزر. نبدا بالميزيا. طيب الميزيا الاوت لاين لقيته عامل ازاي؟ ستريت منين لفين؟ من السرفايكال لاين لغايه حاجه اسمها كونتاكت اريا. يعني ايه كونتاكت اريا؟ يعني المكان السنه دي تمسك فين؟ ميزيا دي مع السنه الثانيه تمسك فين بالظبط؟ سكندري بريمولر. برافو عليك. طيب تمسك في اي جزء بقى؟ الميزيا السنه تمسك في البريمولرز عند الجنكشن بتوين الاوكلوزر والميدل. فاهمين؟ يعني عند اتصال الاوكلوزر سيرد بالميدل سيرد هلاقي ايه؟ الستكس ماسكه فين؟ في الفايف. حاجه صعبه كده؟ اسمها جنكشن اوف ايه؟ كلوزل اند ميدل سيرد. تمام؟ طيب يبقى لو ستريت من سيرفايكال لاين لغايه كونتاكت اريا. طيب من بعد الكونتاكت اريا كونفكس لغايه ما يوصل لايه؟ للتب بتاعت الايه؟ الكاسب. اللي هو مين الكاسب ده؟ مش ده بقى وده ميزيا الاسبكت ده اسمه ايه؟ ده باك الاسبك سوري وده الميزيا الاوت لاين ميزيا اللي اسمه ميزيا باك الكاس. طيب الديستال بقى اوت لاين هل شكله زيه؟ لا كونفكس. كونفكس منين لفين؟ سيرفايكال لاين هاي اللي هي موجوده فين الكونتاكت اريا دي بقى؟ في الميدل ثيرد. موجوده فين؟ لو قسمت الكراون ثلاث اجزاء هي موجوده في الميدل ثيرد. هي ماسكه في اي سنه جنبيها؟ برافو يا سكندري ايه بيرمنت مولرز صح؟ طيب يبقى التو كونتاكت اريا مش نفس الليفل. الميزيال فين؟ اما الديستال طيب حاجه صعبه كده؟ السرفايكال لاين شكله عامل ازاي؟ القاعده الثانيه اللي مش هتتغير في اي سنه في بقي. شكل السرفايكال لاين بقى اللينجوال كونفكس توورد الروت. يعني نص دايره كده وباصه ناحيه الروت. هل بتتغير في اي سنه بقى او لينجوال؟ لا. اي سنه بقى نفس الكلام ده عشان ما تيجي ترسمه. خلاص الاوت لاين بقى اتكلم فيه عن ايه؟ انا عندي كام كاست بفكر ايه اسمهم ايه؟ ديز باسكت ديز باسكت. مش الكاست دي كان اصلها لوبس صح؟ اتحاد اللوب مع بعض سيب مكانه ايه؟ ديفلوبمنتال جروب. ديفلوبمنتال جروب شايفينه؟ اهو يبقى ايه الباك ده؟ عباره عن ديفلوبمنتال جروب نتيجه اتحاد في اللوبس مع بعض اللي هم بقوا باسكت ديز باسكت وديز باسكت. اوكي؟ حاجه سوا؟ طيب الجروب ده هل هيكمل لغايه السرفايكال لاين؟ لا ده بينتهي فين؟ عند نص الكراون فين؟ طيب نشوف بقى لقيت في اختلافات بين البيشنت وبين بعض. يا اما الجروب ده يبتدي في نص الكراون من غير ما يعمل اي حاجه مكانه يا اما يبتدي في حاجه اسمها بطل بيت نقطه كده فورم في خلاص يا اما ينتهي اسم تو جروبز زي ما انتم شايفين اهو انتم شايفين برضه اسم تو جروبز زي الفورم خلاص يبقى انتوا سامعين في ال بتاع كام حاجه يا اما يبتدي خالص كلهم بيرفعوا يعني خلاص عن الميدل يا اما يبتدي خالص يا اما يسيب بطل بيت طيب البكر بيت ساعتها دي هسميها ايه؟ فورس ولا تو بيت؟ وليه؟ يعرف الفايف. قال فورس بيت بيت يعني ايه؟ خرم كده بين بوينت ديبريشن صح؟ خرم على السيرفيس نتيجه عدم اكتمال البرنامج في الحته دي. انما ما كملش من ساب خرم مكانه ما كونش في الحته دي. خلاص؟ لو لقيتها في الدكس بتاع اي فرصه على الكروزر دي تو بيت. طب لو لقيتها في اي حته اي حته تاني على اي سيرفس اسمها ايه؟ فولس. حاجه صعبه كده؟ عرفنا البروف ده نهايته ايه؟ يا اما ينتهي فيت اوت يعني يكتفي يا اما ينتهي بقى البيت يا اما الاسم تو ايه؟ طيب وانتوا باصين كده وانتوا شايفين التو كلاس دول بس؟ شايفين اللي وراهم صح؟ ليه؟ شايفين الفيديو اللي جاي على الجنب مش وراه بالظبط؟ صح؟ لو هو اطول منه وراه بالظبط هيبقى وراه على طول، لا ده جاي على الجنب كده ونفس الكلام بالديستولينجوال. عشان الاوكلوزر يا دكاتره مش مستطيل، فارون بايد، دانيال بايد زي ما انا عملته هنا مايل شويه. واخد ميله شويه، انكلاين شويه، عشان كده بنشوف الايه؟ اجزاء من الكاسس اللينجوال في الباكر اسبكت. ايه البيشنت تاني ممكن اشوفه؟ الليفيشن الثانيه ممكن اشوفه على السيرفس ده. الليفيشن انا مغمضه عيني كده بقوم بقى في اي سنه بقى يعني ممكن انا مش مذاكره في الامتحان اعرف اكتب حاجات انا مش مذاكره صح؟ السرفايكال ريتش ده موجود
كل السنين. الليفيشن ماشي بالعرض فوق السيرفايكال 9 واخد التلت كله. مسميه سيرفايكال ريج. تمام؟ ايه ده في الابر 6 بقى؟ حاجه كده غريبه مش موجوده في اي سنين. بعد السيرفايكال ريج ده على طول في حته كده ديبريست. داخله لجوه. يعني ده سيرفايكال ريج. بعد السيرفايكال ريج ده في الميدل ثيرد في ديبريشن صغير بقى. بيكمل تاني عادي. خلاص؟ تمام؟ دي حاجه مميزه للستكس عشان تيجي تعملوا ايدنتيفيكيشن للسنين تعرفوها ايه بسهوله. يبقى عندي ديبريشن فوق الايه؟ السيرفايكال ريج على طول. طيب نتكلم عن الروت بقى، شايفه كام روت كده من باكل اسبكت؟ التلاتة اللي هم مين؟ واحد بلد. خلاص طيب هل الروت بيتقسم على طول اللي عند السيرفايكال لاين ولا عندي جزء من الروت مش مقسوم؟ ده اسمه ايه ده؟ روت ترام. روت ايه؟ ترام. ايه الروت ترام ده؟ ده جزء undivided portion of root صح؟ بعد دي واخده قد ايه من الروت؟ واخده تلت الروت. لو قسمت الروت ده لاجزاء السيرفايكال ثيرد، ميدل ثيرد، ايبيكال ثيرد صح؟ هو واخد السيرفايكال ثيرد. بعد كده احسن قسم لي الروت ده بايه؟ ده الروت عندي حاجه اسمها تراي فوركيشن. طيب هل في ديبريشن على الروت؟ قالوا اه في ديبريشن هنا من اول الفوركيشن اريا دي لغايه السيرفايكال لاين. ديبريشن خط منخفض واخد الروت من اول الايه؟ فوركيشن اريا لغايه السيرفايكال لاين، كل الروت ترانك كده. تمام؟ طيب هل الروتس كلها طالعه ستريت ولا فيها شويه انكلينيشن؟ فيها انكلينيشن. خلاص؟ الميسي بكر روت ده طلع ستريت اهو، ويجي عند نصه ويحصل له ايه؟ انكلايند ايه؟ انكلاين ديستاي. والتاني انكلاين ميزي. تمام؟ هو مش واقفين مستقيمين. الميزي بكر بيبص على ديستاي والديستاي بكر بيبص على الميزي. تمام كده؟ وقلنا الديبريشنز موجوده على ايه؟ على الروت ترام. حاجه صعبه بكر الاسبكت؟ حاجه دلوقتي عايزين تركزوا فيها قوي. احنا قلنا السنان كلها زمان كان عندها حاجه اسمها لينجوال كونفرجنس. لو وصلت اي سنه بصيت على البطن بتاعها وقست بالمسطره كده الاقي الليمبل اضيق شويه. ليه؟ قلنا عشان الارش شكله مش ستريت، ده شكله هور شو صح؟ شكله عامل زي اليو كده. الارش نفسه العظم نفسها من جوه ناحيه اللسان اضيق من ناحيه ايه؟ بره صح؟ عشان السنه تعرف تترصد نفس الشكل ده تاخد شكلها ولا تاخد شكلها؟ لازم الليمبل بتاع السنه يكون اضيق من. لقيت حاجه في المولرز بقى، لقيت ان كل المولرز عندهم لينجوال كونفرجنس عادي. عندي العكس البكر كونفرجنس. البكر هو اللي اصغر. كل المولرز عندهم ديستال كونفرجنس. عندهم ايه؟ يعني ايه بقى ديستال كونفرجنس؟ يعني لو بصيت على الميزه بتاع الابر 6 ده هلاقي ماله اصغر بكتير من الميزيال. الميزيال سوري اكبر من الديستال. الميزيال بتاع الابر 6 ده اكبر من الديستال. معنى كده عندي حاجه اسمها ايه؟ ديستال كونفرجن. يعني الديستال اسبكت كله كراون وروت ها؟ اصغر من الميزيال اسبكت. اصغر واقصر شويه. اصغر في حد واقصر. يبقى الابر 6 لو سالتك عن نوع الكونفرجن فيه يبقى اسمه ايه؟ ديستال ابر كونفرجن. مستفيد. لو سالتكم عن كل المولرز الباقيه نوع الكونفرجن فيه؟ ديستال لينجوال كونفرجن. خلاص؟ يبقى كل المورز عندهم ديستال كونفرجنس. وكل المورز اكسبت الابر 6 عندهم لينجوال كونفرجنس. الوحيد اللي عنده بطل يبقى اسمها ديست بطل ايه؟ كونفرجنس. طيب اللينجوال اسبكت او باليتال اسبكت بشوف كام روت؟ بشوف البلد اللي هو الكبير قوي اطول واحد فيهم باليتال روت واجزاء من ايه؟ من التانيين عاملين ايه؟ كونفرجنس كده بره فبشوف اجزاء من الميزي بطل والديستو ايه؟ بطل. تمام؟ لقيت على الروت كله من اوله لاخره حاجه اسمها لينجوال ديبريشن. يعني في نص الروت كده مش ستريت او سموث، لا داخل لجوه وطالع تاني. خلاص؟ عليه ديبريشنز كده في نص، لو انتم شايفين كده على البورد في نص الروت كله فيه ديبريشن. كام كاسب قلنا؟ اسمهم ايه؟ اسمهم اسمهم لوب؟ ها؟ خلاص لوب ولا مش اصل لوب؟ يبقى بينهم حاجه اسمها ايه؟ ديفلوبمنتال جروب هسميه ايه بقى؟ لينجوال ديفلوبمنتال جروب. طب هينتهي ازاي؟
نص كراون في بيت بس. البيت دي في العياده تفرق معايا في حاجه؟ برافو عليك. هي عباره عن حاجه انها مش مكون في الحته دي بيحصل فيها الناس مش بتعمل سنانها. الاكل هيتجمع ويتخمر والبكتيريا تعمل اسيد وتعمل ايه في السنه؟ تاكل الايه؟ خلاص؟ فكتير قوي بيجي في العياده عنده الحته دي مسوسه وبنحشيها. قلنا ان النيزو لينجوال كاسب عليه حاجه اسمها سيوفيك روف، دي عباره عن نعمل انفورميشن زياده. حلو قوي. اسمه ايه الخط الاحمر ده؟ لينجوال ديبلوماتا جروب. والخرم ده اسمه ايه؟ باليتال بيت او لينجوال بيت. وعندي عروض كله فيه ديبريشن في النص من اوله لاخره، صح؟ بقى على الميزيا الاسود. اول حاجه هنحسبوها ايه؟ الحجم. هل الميزيا شكله اكبر كده ومستعد بطل شكله اكبر؟ ده السيف منه ايه؟ اللي الناس اللي قاعده تتناول من الوكس والتكنس هقولها بسرعه كده. يعني ايه وكس؟ وكس اللي انا هبتدي افكر فيه. ابص على سنه من اني سيرفيس واقيس النيل فين؟ قلت عشان ما نتلخبطش اتخيل نفسي لو انا عايزه اقيس العرض بتاعي بعمل ايه؟ لازم ابص على نفسي من وشي او من ظهري. ينفع ابص من ده؟ واقيس النيل فين؟ من يمين لشمال. نفس الكلام في البطل الاسبكت بتاع السنه. بتاع السنه المشتهر اللي هو البطل او من ظهرها اللي هو الايكوال ده ويتس. بقيس من اللي فين؟ خلاص؟ الثيكنس بقى واسطه من الجنب. بقيس من اللي فين؟ وشي لظهري ده الثيكنس. نفس الكلام في السنه. بص عليها من جنب الميزيال او من جنب الديستال بقيس من البطل للميزيال. اوكي؟ السنه دي الثيكنس بتاعها اكبر من الويتس. يعني ايه؟ يعني ابص على الميزيال اسبكت او الديستال اسبكت اللي هم كبار عن البصل والنوم. اوكي؟ طيب نرجع بقى احنا بنعمل ديسكربشن ازاي؟ اول حاجه كل معلومه ثانيه بقى تحفظوها، كل الابر مولرز من الجنب الميزيال والديستال شكلهم ترابيزويد بس معكوس. يعني ايه معكوس؟ الشورت سايد هو الكروزر واللونج سايد الفايد. طيب لما اجي اوصف الاوت لاينز بقى اوصف مين؟ بطل ولينجوال صح ولا ميزيال وديستال؟ ده ميزيال اسبكت. بطل ولينجوال. طيب نوصف البطل مع بعض كده. لقيت اول تيك كونفكس. ليه؟ عشان عندي سيرفايكال ريد. حلو. اللي بعديكم كيف ليه؟ عشان شخص فيه فاكرين لما قلت من شويه كده في كونفابيتي عندي كده فوق السيرفايكال ريدز على طول؟ نص كراون بتاع السكس مش موجود في حته ثانيه. بعرف في الايدنتيفيكيشن الحته دي بتظهر لي كونكيف. بعد كده بكمل ايه؟ ستريت لغايه اني كاست. مش ده ميزيوس؟ ده بطل. ده ممكن ده مين؟ ميزيو بطل كاست. يبقى السيرفيس ده الوحيد اللي عليه ثلاث ايه؟ اشكال كونفكس وكونكيف وستريت. تمام؟ حلو. نيجي بقى على اللينجوال. ها كله كونفكس والماكسيم كونفكس فين؟ هقول انا نحفظها برضه قاعده نحفظها يا دكاتره. كل السنين اللي فوق قلت ايه؟ الماكسيم كونفكس يعني بطل في السرفايكال ثيرد عشان في سرفايكال ريتش لكل السنين. خلاص؟ البوستيريور بيس الماكسيم كونفكس في الدين دول في الميدل ثيرد اكسبت سنه واحده في الانتر من الاول. برافو. لور فايف كان موجود فين؟ جزئين الجزء الثيرد. خلاص بقولها تاني الماكسيمم كونفكس في كل السنان اللي فوق من ناحيه البطل في الشجاع السرفايكال ثيرد عشان في سرفايكال ريتش. البوستيريور اللي اتعملنا في الترم ده الماكسيمم كونفكس في اللينجوال فين؟ في الميدل ثيرد اكسبت اللور فايف اللي حطوه قبل في التنظيف العملي يبقوا عارفين الماكسيمم كونفكس في اللور فايف في الاوكلوزال ثيرد. حفظنا؟ طيب ما هي يقول لك بقى هنا اللينجوال اسبكت كله كونفكس والماكسيمم كونفكس في النص. خلاص؟ الكلام ده يجي في الام سي كيو كتير. طيب هنلاقي الميزو لينجوال كاسب اهو عليه حاجه اسمها ايه قلنا؟ كاسب اوف كارابيلي او سيوبر اوف كارابيلي. لغايه الترم كام اسبكت لغايه دلوقتي؟ دي اشوفها من اللينجوال واشوفها من الميزو ده صح؟ اشوفها من اللينجوال ومن الميزو. طيب حلو قوي. الجزء ده اسمه ايه؟ بين الكاسبين ده؟ لو قلت لك الخط ده اسمه ايه؟ خط العين. مارجنال ريتش. برافو. مين هي المارجنال ريتش بين التو كاست دول؟ بتميز انها بروميننت قوي وكبيره. شايفينها؟ شايفها كبيره وعاليه. مين هي المارجنال ريتش بقى لها بروميننت وكبيره. الكونتاكت اريا
شايفينها فين؟ احنا قلنا انها في الجنكشن بتوين الاوكلوزر وميدل فيرم. هل هي سنترالايت؟ بقلي شويه بقلي شويه خلاص. كل التفاصيل دي بقى انا عارفه ان شاء الله في الشبات الاخرانيه. ليش معنى الكونتاكت دي موجوده هنا؟ ليش معنى شكل الترابيزويد عامل كده؟ ليه بتقلب هنا؟ ليه مش مقلوب هنا؟ كل ده انا عارفه عشان بقاش نحفظ كده وخلاص خلاص. طيب الكونتاكت هي موجوده لو قسمت كراون ثيرد قلنا في الجنكشن بس مش سنترالايز بقلي شويه. اوكي شكل السيرفايكال لاين بقى عكس الثاني على طول. ميزيا وديستال عكس. احفظ واحده وعكس البكر والليجوال ازاي؟ كونفكس كيرف ميديال ديستال كيرف. هتتغير في اي سنه؟ لا. نبص بقى على الروت. الروت ده اسمه ايه؟ روت ترانك. شايفين بقى كبير ازاي عن البكر؟ اطول شويه من البكر. ابص عليه من ده بلاقيه اطول شويه من البكر. طيب الميسي بكر روت ده اما كنت ببص عليه من هنا كان شكله عامل ازاي؟ كان رفيع قوي صح؟ بص عليه من جنب تخين جدا. ليه؟ عشان الثيكنس قلنا اكبر من. لقيت ان الميزي بكر روت ده واخد تلتين الروت ترانك. ده روت ترانك الخط الازرق ده لونج اكسس بيقسم السنه نصين قد بعض. لقيت ان الميزي بكر روت جاي بعد اللونج اكسس يعني تلتين الروت ترانك. اوكي سنه ايه الروت ده فيك قوي. طيب الباتر روت بقى الباتر روت هو اكبر واحد بس من الثيكنس هو مش اكبر واحد خلاص. واخد قد ايه؟ واخد التلت بس من الروت ترانك. شكله عامل ازاي؟ عنده انكلينيشن رهيبه شايفين؟ رجع ايه؟ للينجوال وراد التاني على البكر. يعني باصص شويه للينجوال بعد كده ايه؟ عمل انكلاين فين؟ بكر. بيسموه في الكتب بنانا شيب. عامل زي الموزه بالظبط. شايفين موزه منحنيه قوي ازاي؟ نفس شكلها كده عشان كده بتتكسر فين؟ في الخلق. بنانا شيب. ندخل بقى على الديستال اسبكت. واحد كده كلام في مخي لو قلت لك اي سنه ايه الفرق بين ديستال وميزيال؟ نفس الكلام الكونتاكت اريا موجوده فين؟ في الميدل كيرف في النص فعلا مش بقل شويه. طيب هل كبيره ولا نفس حجم الميزيال؟ اشمعنى؟ عشان ماسكه في مولرز مش في بري مولرز. الميزيال كانت ماسكه في بري مولرز اما الديستال ماسكه فين؟ في السكند مولرز والسكند مولرز اكبر من البري مولرز. طيب ايه تاني؟ السيرفايكال لاين ده عامل ازاي؟ شالور اكتر او ستريت اكتر صح؟ صح؟ يعني ايه شالور؟ يعني مش كونكيف او كده. احنا قلنا من شويه حاجه حد فاكرها؟ ها سمعي ممتاز. ديستال كونفرجنس. يعني ايه بقى ديستال كونفرجنس؟ يعني الديستال كله اصغر من الميزيال. معنى كده ان انا هشوف اجزاء من الميزيال ورا الديستال. لو تخيلنا ان في حد واقف ورايا اطول مني واضخم شويه هتشوفوه اجزاء منه ولا لا؟ نفس الكلام بالظبط. الديستال عشان ضيق انا شايفه بقيه الايه؟ الميزي بكر روت وراه اهو وشايفه بقيه الايه؟ الكاسبس الميزيال اجزاء منها صغيره باينه. ليه؟ عشان الديستال كونفرجنس. اوكي؟ رابع حاجه السرفايكال سوري المارجنال ريتش دي احنا قلنا ايه عن الميزيال؟ انها بروميننت وكبيره قوي صح؟ الديستال شايفين الفرق؟ مور سرفايكال نزل تحت شويه وصغننه صغيره منحنيه صغيره شايفين دي عامله ازاي؟ سويت وتخينه ودي ايه مور سرفايكال وصغيره. الروت ترانك الروت ترانك ماله؟ اطول شويه من الميزيا كمان. حسبت بقى كده مين اطول واحد؟ ديستال مكان ميزيا بعدين ايه؟ بق. طيب تعالوا نشوف كده بقى نعملكم كده في الكليه عشان تعرفوا تذاكروا ايه الفرق بين ديستال والميزيا؟ شايفين الفرق؟ هنا في ايه؟ ديستال كونفرجنس صح؟ ميزي الاكبر. طيب المارجنال ريد هنا ايه؟ بروميننت ومور اوكلوزل صح؟ المارجنال ريد ايه؟ هنا المارجنال ريد سيرفايكالي ايه وصغيره. الكونتاكت اريا فين في الميزيال؟ في الجنكشن هنا الاوكلوزل والميدل وبطل شويه. هنا الكونتاكت اريا فين؟ ميدل فيرد وميدل. برافو عليك. السيرفايكال لاين هنا كونكيف توورد الروت وهنا شارل. اللي قلنا ايه تاني؟ الروت ترام هنا اطول ايه؟ 2 مللي تقريبا من ايه؟ ندخل بقى على اهم حاجه الاوكلوزر. احنا قلنا من شويه شكله ايه؟ رومبويد. برافو عليك. الرومبويد ليه مواصفات خاصه. بص بقى الرومبويد ده عنده اربع زوايا صح؟ الرومبويد عنده ايه؟ اربع زوايا صح؟ زاويتين اوبتيوس. يعني ايه اوبتيوس؟ منفرجين. الزاويه دي اكبر من 90 ودي اكبر من 90 عند اي كاسبس.
كاتبه لكم ميزيو لينجوال ودرست بقى وزاويتين تانيين اكيو كان داني كاست بطل درستو لينجوال تمام. السكنس اكبر ولا الوكس؟ السنه كلها السكنس اكبر ولا الوكس؟ السكنس تمام. طيب عندي ايه نوع الكونفرجنس اللي عندي؟ يعني الدست الاصغر من الميديان وايه؟ البطل الاصغر من لو عايزه اقول عندي كام كاسب؟ اربعه. سؤال يمكن في الامتحانات بقى، وزع لي الكاسب اكوردنج تو سايز. مين اكبر واحد؟ ايزي لينج. انا ايزي لينج اكبر واحد، بعدين ايزي بفر، ديس بفر، ديس ترانجل. انا عندي فور كاسب اليفيشن وفور ترانجل صح؟ طيب لقيت ان في تو ترانجل ريتش مع بعض تحت مع بعض، شايفينهم؟ ده بتاع ديس بفر كاس وبتاع ميزيو لينجوال باس. تاني الميزيو لينجوال باس الكبير قوي ده اتحد مع الكلام ده ليش بتاع ده اتحد مع بعض عملوا حاجه اسمها اسمها ايه؟ خلاص؟ يبقى الكاسبس اللي عندها اوبتيوس انجل هي هي نفس الكاسب اللي عندها اوبتيوس. يبقى كده عندنا كام اليفيشن؟ قلنا فور كاسبس وفور ترينجل ريتش وعندي اوبليك ريتش. وعندي كام مارجنال ريدجز؟ اثنين. زي بعض الاثنين؟ لا. ميزيا كبيرة اهو. مور بروميننت عند مين؟ عند الديستا. طيب في ديفيشن تاني؟ سيبك من الكرافيه. الكرافيه. على انهي كاسب؟ على ميزيا ولينجوال كاسب. طيب حد يقول لي الاوبليك ريدج موصل ايه ليه؟ تراينجل ريدج اوف ميزيا ولينجوال كاسب تراينجل ريدج اوف ديستا كاسب. يعني دول هما اللي بيتاخدوا مع بعض في الانجل ريجز مش الكاسس نفسها صح؟ الدبريشنز بقى انا عندي فور فوس عندي كام فوس في الانجل ومياتي على اربعه اثنين ميجر واثنين ماينر تعالوا نشوف مع بعض ميجر يعني كبيره وماينر يعني صغيره. طيب ده اسمه ايه ده؟ دول اوبليك ريج لقيت مين يا ليلي؟ في عندي فوسفه كبيره كده اسمها سنترال فوس ديستا ليلي في فصة مطولة كده اسمها ديستال اولونجيتد فصة اسمها ايه؟ ديستال اولونجيتد فصة. الاثنين دول ميجر الماينر بقى تراينجل واحدة ميجر واحدة يبقى عندي كام فصة؟ أربعة. الفصة موجودة فين؟ ديستال اولونجيتد او لينير. ممتاز برافو عليكي. طيب في ديبريشن ثانية اسمها ديبلومنتال جروبس بقى عندي ديبلومنتال جروب شهير جدا في اي مولرز او اي سنة اسمه ايه؟ سنترال ديبلومنتال جروب ده بيتم كراون بطل ورينج صح؟ ده لازم اوصل ايه لايه؟ موصل الميديا ترانجل فصة ديستال ترانجل فصة يبقى عندي حاجة اسمها سنترال ديبلومنتال جروب اللي هو بيفصل لي البقر عن اللينجوال موصل الميديا ترانجل فصة بيه وهو ماشي كده معدي عدى على حاجة عالية مين حاجة عالية؟ هو بيعدي على هو سنتر ديبلومنتال جروب بس هسميه ترانسفير جروب اوبتيكوس يعني الجروب اللي معايا في هو ترانسفير يعني بيعدي هو خلاص اسمه ايه؟ ترانسفير جروب اوبتيكوس. هل عندي جروبس ثانيه؟ هل عندي جروبس ثانيه؟ اه ده انا عندي في جروب طالع ركزوا معايا جروب طالع من السنتر الفصه شايفينها اللي فيها دي؟ رايح ناحيه البطل اسميت لي تو كاسبس اهو مكمله قاعده على ايه؟ على البطل الاسف ده سميناه ايه؟ هو بطل انت جروب تاني انا عندي جروب طالع من سنترال فصة اللي هي موجوده ليه زي الاوبليك ريتش اهي صح؟ طالع ناحيه البطل اسمي تو بطل خاص وقاعد على البطل سميناه بطل انت جروب في جروب تاني طالع من ايه؟ مين الفصة اللي هنا؟ هي لسه الاوبليك ريتش برافو لسه دي لسه الاوبليك الفصة اهي طلع منها جروب اسمي الدين والباس وهي اسمها اسمها الضبع ولا نيزي وكمل قاعد على الدين والاسود سميته ايه الجروب ده؟ عندي كام جروب كده؟ ثلاثة سنترال موصل لايه؟ نيزرال اكسترا ترانجل فوس بطل طالع منين؟ من سنترال فوس رايح نكتب بطل ومكمل على بطل سيرفس ولينجوال طبعا من الاسترا اللي جيتد وايه؟
اللي بعده. طيب اخر حاجه بقى ناخدها البالب كامل. وانا عشان ادرس اي بالب عايزه اعرف السنه دي بتتكون من ايه؟ احنا هنشوف اي بالب كامل السنه باخد فيها سكشن. خلاص؟ يا اما سكشن بالعرض يعني ميزو ديستال صح؟ بص عليها بطه ولينجول. يا اما سكشن تاني ايه؟ طيب خلينا اقف في العرض. شايفين؟ لو خدت السكشن بقى دي كده شكل البالب كافيتي متكون من كام جزء؟ حاجه اسمها البالب شامبر. البالب شامبر دي جوه الترانك صح؟ حاجه اسمها روت كانال قاعده جوه بينتج حاجه اسمها ايه؟ دي تالت فرص فاكر معانا؟ حلو قوي. لقيت ان شكل البالب كافيتي بياخد نفس شكل الكراون بالظبط. البالب شامبر هو نفس شكل الكراون والروت كانال هو نفس الروت صح كده؟ طيب هبص عليه من الفلتر برضه نفس الكلام. انا عندي البالب شامبر هو قاعد في الكراون وعندي كمان عندي روت واحده يبقى عندي كمان روت كانال واحده تخينه قوي بنسميها كفايه اللي هي موست اكسسبل يعني اكتر روت كانال اعرف ادخل فيها بسهوله. لما اجي اعمل حشو عصب اعرف ادخل في الفايل. رحت الدكتور كده اليوم يعمل لكم ايه؟ يدخل لكم فايل عامل زي التدريس بالظبط كده. الفايل دي بتعمل ايه؟ بيدخل هو في الروت كانال دي ولو بيشيل كل الايه؟ الفايل بتشامبر خلاص بدور انفلين يشيل كل الكلام ده وبيدخل الفايل دي في الروت كانال يطلع الفايل في الانفلين. يعني لو في حوالين نفسها كده بتدخل تطلع بالفايل خلاص؟ المهم الروت كانال دي ايه؟ سهل قوي انها تدخل عشان تخينه وكبيره. البق اللي عندي كام روت كانال؟ واحده في ميزي بقى روت واحده حاجه صعبه كده؟ طيب لقينا بقى حاجه غريبه قوي. لما ابص على السنه نفس السنه دي اخد بقى سكشن بروكسمال لقيت ايه؟ لقيت ان البلاتا روت فعلا في 1 روت كانال بس الميز يبقى الروت لقيت في 2 روت كانال. ليه ما شفتهمش الناحيه الثانيه؟ اقول لك اكيد جبت واحد ووقفت ورايا نفس طولي بالظبط ونفس حجمه. بصيت عليا كده قبل ما تشوفوه لو وقفت قدام كده الميز الاسود هتشوفونا صح كده؟ نفس الكلام بالظبط. الروت كانال انا شايفاهم هنا في روت كانال تاني وراه قاعد وراه نفس الروت نفس حجمه فانتوا مش شايفينه من الناحيه دي. انا بص من الناحيه دي اشوف الاثنين جنب بعض ولا لا؟ هو قاعد وراه شوف من الناحيه دي اشوف الاثنين جنب بعض صح؟ ايه الموست كيسز؟ يعني مثلا دخل لي 100 عيان في العياده 80 واحد عنده 2 روت كانال جوه الميزي باكر روت خلاص؟ وبقيه العيانين عندهم 1 روت كانال بس. يبقى عندي فاريشن ولا مفيش فاريشن؟ لازم اعمل اكس راي قبل ما اعمل ولا لا؟ لازم اعمل اكس راي. عشان كده هبتدي اخد ان شاء الله اكس راي سنه ثالثه في حاجه اسمها تكنيك. ايه التكنيك دي؟ ازاي اصور البيشنت اكوردنج انا عايزه ايه؟ انا عايز اشوف دلوقتي السنه دي فيها كام روت كانال صح؟ حاجه اسمها شيفت تكنيك. بدل ما تعملي الكون كده لا بتعمليه بزاويه مختلفه عشان تعرفي الروت كانال الروت ده فيه روت كانال واحده ولا اثنين. اوكي؟ يبقى لقينا جوه الميسي بكر روت كام روت كانال؟ في الموست كيس صح؟ وجوه البلاتال واحدة. بين عندي كام واحدة في البلاتال خلاص كده أكيد؟ واحدة خلاص؟ واحدة وتخين أصلا واحدة وموست أكسس. بص على الديستال هو برضه خادع ولا طبعا يا دكاترة هنا لما أبص هنا على البالب تشامبر وآخد نفس شكل الكراون برضه هتلاقوا البالب تشامبر في البروكسيمال ميديا وديستال أكبر من الإيه؟ من البكر واللينجول. ليه؟ عشان السنة كلها السكنس أكبر من البكر الإيه؟ السكنس اكبر من الوزن. فنفس الكلام البالب تشامبر برضه في السكنس اكبر من الوزن. طيب ابص بقى على الديستال كده شايفين دي؟ ده اي روت ده؟ ديستال ولا ميزيا؟ ديستال. لان ميزيا في ايه؟ اثنين. فاتحين في كام ايبيكال فورامين؟ اثنين. لقيت ان الميزي يبقى زي ما قلت لكم فيه طول الكنال والديستال الاقي فيه واحده بس. تمام؟ يبقى السنه كلها على بعضها عندها كام روت كنال؟ اربعه. برافو عليك. اقول لكم حاجه كده عشان تبقوا برضو ايه في الكلينك في العياده دلوقتي دي حالتين للابر 6 حاله عندها 4 روت كانال حاجه عندها 3. ركزوا معايا احنا بنعمل ايه عشان نوصل للحاله دي. احنا بشيل كل الانامل كل الدنتين وكل البالب تشامبر خلاص لغايه ما اوصل لحاجه اسمها ايه؟ لبدايات الروت كانال. هنا شلت كل ده بدايه الروت كانال بدايه الروت كانال ده فالحته اللي انتوا شايفينها دي ده البق الاسفل فده انهي روت؟ تحت. مش ده كراون من فوق؟ تحت روت من هنا؟ ده الميزي ايه بكر روت وده؟ ديستو بكر وده؟ شايفين البلد الواسعه ازاي؟
كوموست اكسسبل سهل قوي في الدخول، هي دي البلاتر روت كانال واسعه وكبيره، والميزه اتنين فوق بعض ازاي ورا بعض ازاي، والديستال صغيره يعني. اما اجي اعمل لو لقيت البيشنت عنده فور روت كانال بفتح الفتحه شكلها رومبويد، الاكسس نفسه بيعمله شكله رومبويد، كروس سكشن شكله رومبويد. طيب هنا لقيت كام روت كانال؟ واحده ايه في الميزي بكر؟ الميزي بكر واحده. بفتح شكل الاكسس ازاي؟ فهمنا؟